هنا بمصلحة طب الأطفال بمستشفى يسعد حسن بابن مسوس، الطاقم الطبي والشبه الطبي على قدم وساق من أجل الوقوف على احتياجات المرضى. البروغرام اللي درناه بوندون لي دو جور تاع العيد، دونك لي دو جور تاع العيد، دونك أنا بارتاجي لي زيكيب ميديكال و لي زيكيب باراميديكال، دونك رانا قايمين. الطاقم الطبي والشبه الطبي والإداري هم مجندون من أجل تقديم العناية والمساعدة الطبية اللازمة للأطفال في هذا اليوم العيد الأول. قناة النهار وكعادتها لم تفوت فرصة مشاركة الأطفال المرضى وعائلاتهم فرحة العيد. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة يا ربي، ونتمنى لهم ان شاء الله ولادنا شفاء العاجل يا رب العالمين. العائله تاعي نقول لهم صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير، وربي يجيب الشفاء للمرضى كل راهم عيدين هنا معنا، راهم من كل منطقه البعاد يعني مساكن الله. هذه هي وصحه عيدكم وكثر خيركم، بارك الله فيكم. صحه عيدكم وانتم بخير. نقول لهم صحه عيدكم كل عام وانتم بخير وربي يجيب الشفاء. صحه عيدكم كل عام وانتم بخير. شباب متطوع هم ايضا ارادوا ان يرسموا البسمه على وجوه البراءة بتقديم الهدايا. في كيما العيد هدايا راهم بعد على الدار بعد على الفاميليا، ما نحسوهم شويه حاجه بالحنان، حاجه قلبوهم شويه كما نقولوا، احنا نكونوا كما نقولوا العائله تاعهم وصحه عيدهم وعيدهم مبارك. جينا عند الاطفال المرضى بسرطان هنا بمستشفى بن مسوس، جينا نعطيو لهم هدايا وندخلوا لهم البسمه على وجوههم والفرحه على قلوبهم ان شاء الله، وان شاء الله نتأجروا عند الله على هذا المكان ان شاء الله. لا تكتمل فرحة العيد إلا مع الأهل والأقارب متمنين الشفاء العاجل لكل المرضى. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.